انت يا مجد لك من قوية تكرمون اللي وصل النبي جمال في الدهام والصلاة يا سلام والقوية قد القوية جاب صف المجمل انت يا مجد لك من قوية تكرمون اللي وصل الذي جمع الدهام والصلاة يا سلام والخوي قد الخوي جاب صف مكتمل لأن أبو مصعب من أهل الواجبات أنت يا واجد لك عزم قوية تكرمون اللي وصل الذي جمع الدهام والصلاة يا سلام والخوي قد الخوي جاب صف مكتمل لأن أبو مصعب من أهل الواجبات أنت يا مجد لك عزم قوية تكرمون اللي وصل الذي جمع الدهام والصلاة يا سلام والخوي قد الخوي جاب صف مكتمل لأن أبو مصعب من أهل الواجبات أنت يا مجد لك عزم قوية تكرمون اللي وصل الذي جمع الدهام والصلاة يا سلام والخوي قد الخوي جاب صف مكتمل لأن أبو مصعب من أهل الواجبات يا سلام والخوي قدر خوي جاب صف مكتمل لأن أبو مصعب من أهل الواجبات أنت يا ماجد لك عزوم قوية تكرمون اللي وصل الذي جاء من تهامه والسراتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يخفى على جمعكم الكريم أن الأخ مصعب حسن علي خلوي ووالده وإخوانه تلقوا شرف دعوة من ماجد فتحي فارسي لحضور زواجه وما كان منهم إلا أن لبوا الدعوة نظراً لما بينهم من أخوة ومعزة ووفاء ونظراً للعلاقة الوطيدة ما بين الأخ مصعب والأخ ماجد وصل الأخ مصعب ووالده ومن في معيتهم من الرجال المطاليق وبيدهم عطى مبلغ وقدره 5000 ريال وسيف وبشت للعريس وبشت لوالد العريس وشينا بهذه المناسبة إن كان ما قدموه كثير فمن أهلها وفي محلها وإن هو قليل فتكمله المحبة والأخوة التي بينكم قدموني هذه الليلة ولست بأكبرهم سنا ولا أفصحهم لسانا ولكن خدمة لهم وحسب طلبهم تقدمت وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يبارك للعريسين ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير هذا داعي وصولنا وسلام سالمين الله يحييكم باسم الشيخ جابر بن حسن جابر الفارسي شيخ قبيلة الفوارس وجدي مهدني بن جابر الفارسي والد عريس هذه الليلة فتحي بن مهدني بن محمد الفارسي وأخوه علي مهدني بن محمد الفارسي نرحب فيكم وأقول باسم رب البيت مبدأ كل بادي مرحبا يا أهل العوايد والمجادي يا حماية كل حد وكل وادي من قديمات السنين دع يا للخالوي قوم الرجاله زاحوا بصف تضرب له رجاله ما نسوا عهد المخوه والزماله ثم لبونا حضور يا حسن يا بن علي شفنا قدومك فيه من ساده علي ربعك وقومك وانت رجلا من مباديك وسلومك جيتنا حسب الوعد بالعطايا والهديات الثمينه معتني للي مخاوي له بنينه وانت رجلا والذي مثلك وسامح في يمينه بالكرم والموجبات قالها الشاعر مرحب بالنيابة باسم والد ماجد وعمه ولابه والعذر كانه مطول في خطابه مثلكم يستاهلون والخوي مثناه ما يوفي حقوقه الله يحييكم من ممشاكم المنفاكم ما زدتم الصدور إلا بهجة وسرور ولا زدتم القصر إلا نورا على نور تبسمت بيش والأقوى والأفواه ضاحكتم بزوركم أيها الأحباب والصحب شرفتمونا بزور النور الظلم وزحمة كان من هم ومن كربي
الله يحييك يا حسن علي، أنت رجل مظلم وصديق غالي عند ولدنا ماجد، وما جيت في هذا الصف المتكامل إلا من وفاء، ولا جيت من عطاء إلا من يمينك المعطاء. الله يخلف عليك ويبيض وجهك، الله يحييك أنت ومن جو على ساقه. مرحبا ألف من ممشاكم الملفاكم، شرفتوني وتفضلوا حياكم الله. الله يحييك يا عمر.